مرحبا بكم فيديو اليوم سيساعد الكثير من الناس المهتمة بالهجرة إلى كندا لماذا؟ لأني سأقدم لك برنامج هجرة يعطيك إقامة دائمة في كندا بأسهل شروط ممكن تجدها الشروط في هذا البرنامج يقدر أي شخص يحققها ويتحصل على إقامة دائمة في كندا لكن قبل ما نبدأ فيديو اليوم حاب نوضح موضوع تضامنا مع الشعب الفلسطيني لم أنزل محتوى منذ عشر أيام أو أكثر بالرغم أن المحتوى الخاص بي ليس محتوى أغاني ولا محتوى مضحك بالعكس المحتوى هذا يقدم في حلول للناس لمهتمة بالهجرة والعمل والدراسة في دول ثانية لكن بالرغم من هذا أنا ما نزلتش محتوى طول الفترة هذه احتراما لشعب إلى حد الساعة هذه بقي تنتهك حقوقه وتسلب منه أراضيه وهذا ليس عدل قضيتنا واحده وروحنا فداء لشعب فلسطين العزيزه لكن اذا انا مستمر في عدم تنزيل المحتوى هذا لن يفيدكم انتم ولن يفيد شعب فلسطين لذلك ساعود لتقديم محتوى سيساعد الكثير منكم ومن هذا المنبر وبالطريقه اللي يمكنني ان اساعد بها اعد بالتبرع بكامل المبلغ الذي احصل عنه من اليوتيوب والانستغرام هذا الشهر الى فلسطين كل العائدات من المحتوى الخاص بي ساتبرع بها الى اخواتنا في فلسطين وبهذا نكون قدمت لكم محتوى وفي نفس الوقت قدمت المساعدة لإخواتنا في فلسطين الله يوفقنا جميعا كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي لمقاطعة نوفا سكوشا الكندية يعني كل المعلومات المقدمة في هذا الفيديو من موقع رسمي وحكومي حسنا سنتكلم اليوم عن برنامج هجرة عملت مقاطعة نوفا سكوشا الكندية حتى تجيب من خلال عمال أجانب نوفا سكوشا نومين بروجرام أو الـ NSMP البرنامج هذا يا جماعة يستهدف المهن اللي فيها نقص كبير داخل مقاطعة نوفا سكوشا المهن المطلوبة بشدة واللي مش لاقين ناس تشتغلها مقاطعة نوفا سكوشا يا جماعة مثلها مثل أي مقاطعة أخرى داخل كندا بحاجة إلى عمال أجانب لذلك عملت البرنامج هذا ونزلت فيه قائمة المهن المطلوبة يعني حتى تعرف أن المهن هذه عليها طلب كبير من أصحاب العمل والشركات مقاطعة نوفا سكوشا عملت برنامج خصيصا لهذه المهن فقط حسنا خلينا نتعرف على قائمه المهن هذه كما تشاهدون امامكم مساعد وممرضات خوادم الاطعمه والمشروبات موظفو الطعام ومساعد المطبخ والمهن ذات صله بها منظفات الخدمه الخفيفه سائق شاحنه النقل مشغل المعدات الثقيله والمساعدون والعمال في مجال البناء هذه قائمه المهن المطلوبه يعني انت اذا مهنتك او تخصصك ضمن المهن هذه فانت مرشح للحصول على الاقامه الدائمه يعني تشتغل منظف سائق شاحنات تشتغل في مجال البناء مساعد مطبخ أي مهنة تشتغلها تابعة لهذه القائمة فأنت مرشح للحصول على الإقامة الدائمة، أيضا إذا أنت متزوج يحق للشريك الزوج أو الزوجة والأطفال الحصول على إقامة دائمة بدون شروط إطلاقا، يعني أنت حققت كل متطلبات هذا البرنامج وقدمت عليه وتحصلت على إقامة دائمة فإذا أنت متزوج ستحصل عائلتك أيضا على إقامة دائمة. حسنا خلينا نتعرف على شروط البرنامج هذا ونقطة مهمة لازم نوضحها إذا أنت مثلا لا تحقق شروط البرنامج يعني هناك مثلا شرط للغة وأنت لا تملك لغة فأنت هنا لا تحقق شروط البرنامج هذا لكن يمكنك تقديم على إقامة مؤقتة بدون شرط اللغة وبدون شروط وأنا في آخر الفيديو سأشرح لك النقطة هذه كيف تقدم على إقامة مؤقتة بدون شروط إطلاقا حسنا خلينا في الإقامة الدائمة الآن أول شرط عنا وهو شرط الخبرة أنت حتى تكون مؤهل لهذا البرنامج وتحصل على إقامة دائمة لازم تكون عندك خبرة في أحد المهن هذه الخبرة تكون سنة واحدة على الأقل ثاني شرط وهو شرط السن لازم يكون عمرك من 21 سنة إلى 55 سنة يعني 21 سنة 25 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة المهم لا تتجاوز 55 سنة ثالث شرط تكون متحصل على شهادة الدراسة الثانوية يعني تكون معك شهادة بكالوريا رابع شرط تكون متحصل على شهادة أو تدريب أو دبلوم في المهنة اللي عندك فيها خبرة مثلا أنت مساعد مطبخ لازم تكون عندك شهادة أو دبلوم في هذا المجال خامس شرط هو شرط اللغة لازم يكون معك مستوى لغة CLB4 وسادس شرط إثبات الموارد المالية الكافية يعني تثبت لهم أنك قادر تصرف على نفسك أو لوصولك إلى كندا وآخر شرط وهو عقد العمل الشرط هذا يا جماعة تركته للأخير حتى نساعدكم في الحصول على عقد العمل هذا أنت لازم تجيب عقد عمل من شركة أو صاحب عمل داخل مقاطعة نوفا سكوشا وطبعا عقد العمل يكون بدوام كامل وفي أحدى المهن هذه حسنا كيف تجيب عقد عمل من داخل مقاطعة نوفا سكوشا في الحالة هذه عندك حل من اثنين إما يكون عندك قريب أو صديقك أو شخص تعرفه مقيم في مقاطعة نوفا سكوشا تطلب منه يبحث لك عن عمل أو تقدم أونلاين على مواقع التوظيف الكندية الخبر المفرح هنا أن مقاطعة نوفا سكوشا نفسها تملك موقع توظيف خاص بها فأصحاب العمل وشركات داخل المقاطعة نزل الوظائف وفرص العمل على هذا الموقع الرسمي كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي الحكومي لمقاطعة نوفا سكوشا تجدون رابط الموقع هذا في صندوق التعليقات في أول تعليق أنت ببساطة تدخل على هذا الموقع وتكتب اسم مهنتك مساعد مطبخ سائق وستفتح لك كل الوظائف لمنزلتها الشركات وأصحاب العمل في مجالك فأنت معليك كنت تقدم على الوظائف هذه وتجيب منها عقد العمل ساشرح لكم اكثر ستجد رابط الصفحه هذه في اول تعليق تدخل لها ستفتح لك هكذا تكتب في البحث هنا اسم مهنتك ستفتح لك قائمة الوظائف المتاحة حسب تخصصك أنت تقدم على الوظائف المناسبة لك يعني الوظائف لتتناسب مع خبرتك ومؤهلاتك طبعا أنت لما تدخل على أي وظيفة ستجد كل المعلومات الراتب نوع العمل بدوام كامل أو جزئي متطلبات الوظيفة الامتيازات بالمختصر ستجد كل المعلومات اللي تحتاجها، إذا الوظيفة مناسبة ليك تنزل للأسفل وتقدم عليها، أيضا يمكنك التقديم على موقع جوب بنك الكندي، سأترك لكم رابط الموقع في صندوق التعليقات، تدخل له وتكتب اسم مهنتك والمقاطعة اللي تريد العمل فيها اللي هي مقاطعة نوفا سكوشا وتضغط على بحث وستفتح لك كل الوظائف المتاحة داخل المقاطعة، نفس الشيء تدخل على الوظائف وتقدم عليها. حسنا بعد ما تقدم على الوظائف اللي تناسبك ما عليك كان انتظار رسالة أو قبول من صاحب عمل طبعا في هذه فيها نقص كبير داخل نوفا سكوشا يعني سهل تجد عقد عمل مقارنة بباقي المهن الأخرى فأنت لما يتم قبولك في وظيفة وتتفاهم مع صاحب العمل يبقى لك كان التقديم على الهجرة إلى كندا أنت في الحالة هذه عندك حل من اثنين إما تكون محقق شروط البرنامج هذا اللي تكلمنا عنه اليوم يكون محقق شروط الخبرة والسن واللغة والمؤهل الدراسي إذا حققت شروط البرنامج فقدم عليه ووقتها ستحصل أنت وعائلتك على إقامة دائمة أو الحل الثاني هو أنك تقدم على إقامة عمل مؤقتة عقد العمل يسمح لك تقدم على فيزا عمل عادية وقتها مش مطلوب منك سن محدد أو خبرة أو بكالوريا أو لغة بدون شروط إطلاقا يعني أنت في الأول تحصل عقد عمل ومن بعد تختار الخيار لناسبك فقط هذا كان كل شيء في فيديو اليوم ستجد كل اللينكات في صندوق التعليقات في اول تعليق لا تنسى دعمي باللايك ومشاركة الفيديو مع أصحابكم والناس المهتمة بالهجرة الى كندا حظ موفق